عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. اليوم ندير معكم واحد الكيكه كتجي زوينه بالتفاح. انا فيما كتكون شي حاجه في الديسير رخيصه كنحاول نستغلها، يعني في كيكه، في حلوى، يعني في اي حاجه كنحاول نستغلها. الحمد لله ديما الثاني التفاح حتى هو موجود، يعني ثمن اقتصادي. التفاح بلدي ديال البلاد زوين. نتمنى تجربوا الكيكه وعطنا الاعجاب ديالكم، وتحاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو اللي غندير مع اصحابكم والناس اللي كتعرفوا، باش القناة تكبر ان شاء الله. بكم ان شاء الله غادي تكبر. ندوزو للمقادير. عندنا هنا زلافه ديال الفرس، يعني 250 غرام. عندنا هنا 4 معالق ديال الكاكاو المر. عندنا كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده. عندنا كاس الزيت، 3 البيضات خرجناهم قبل من الفران، من الثلاجه، انا عطاتني الفران. عندنا هنا جوج خمارات، يعني وزن 8 غرام، يعني عندنا 16 غرام ديال البيكن باودر. وعندنا هنا فاني. ندوزو للفطيره ديال الحشوه اللي غنديرو في التفاح. عندنا هنا شي نص كيلو ديال التفاح، كما كتشوفوا هذا التفاح دابا الحمد لله موجود في البلاد عندنا. عندنا فاني، كاس ديال نص كاس ديال السكر سنيده، ونص كاس ديال الماء. نبداو بالحشوه ديال نبداو بالكيكه ديالنا. كناخذوا البيض ديالنا، بسم الله، 3 البيضات. هاد الكيكه كتوجد في ظرف قياسي، يعني تقدري تستعملها لو عندك بحال هكا الضياف، ولا في الكوتي بحال هكا بغيتي ديري شي حاجه تقدري تستعمليها. كنديرو الزيت، كنديرو الحليب، كنديرو كاس ديال السكر سنيده، يعني كلشي هادشي كيسان ديال العنبه. صافي كنحطو هادشي العناصر كما كتشوفو مزيان. عندك الدراب الكهربائي دير الدراب الكهربائي، انا خديت غير اليدوي اليوم. كنديرو الساشيه ديال الفاني، وزن 8 غرام. كنزيدو الكاكاو والمر، كما قلت لكم 4 المعالق ديال الكاكاو. كنحطو العناصر، مزجنا الكاكاو مع كما كتشوفوا مع الخليط. كناخذوا هذيك 250 غرام ديال الطحين، كنزيدوها في كما كتشوفوا بحال هكا. كما كتشوفوا نحاول نستعمل المعلقه. جاتني شويه دارت، غنزيدها شويه الحليب. الا شفتوها دارت معكم بحال هكا، غنزيد واحد شويه الحليب باش تجي جاري. شفتو؟ ندوزو نتقطع التفاح، نزيدو الخمارات ديال الحلوى، كل وحده فيها وزن 8 غرام. كما قلت لكم جاتكم شويه العجينه يعني معقده، زيدوا شويه الحليب غتولي معكم بحال هكا تقريبا واحد نص كاس. صافي كنحطوا هذيك الخماره او بيكنج باودر. يعني يكون خليط معكم بحال هكا، يعني حاولوا نتوما ديروا جوج كيسان ديال الحليب ما يجيكمش الخليط عاطل. انا زدت داك الكاس الاخر حتى شتا عاطل. صافي ندوزو للتفاح. ناخذ التفاح بحال هكا،
انا كنت ليكم كنفضل التفاح ناكلو بالقشورو، ولكن هاد الحلوه غادي تخليني نطشر التفاح حيت كتبغي التفاح يكون مطشر. نقطعو فحال هكا، تنديروه وسط كيكة. الحمد لله هاد العام التفاح موجود وثمنو زوين، استغلو توا في كيكة. من بعد ما قطعنا التفاح ديالنا فحال هكا، تقريبا خدا من عندي واحد شي 6 تفاحات، انا قطعت 3 فحال هكا مربعات، غادي نديرهم في كيكه وغنخلطهم فحال هكا كما كتشوفوا. صافي كنحطهم فهاد المول، نكونوا مدهنين الدهنه بالزبده والطحين وشينا. صافي الكيكة ديالنا بحال هكا كيما كتشوفو، راه كتجي واعرة، نتمنى تجربوها. عندنا بالوليدات أي حاجة فيها الشراط كيحماطو عليها، كتبدلي في الكيكات ديالك. كتشوفو لي درت ليكم تفاح قطعتو دا شرائح، نقادو السطح ديال المول ديالنا بحال هكا. كما كتشوفو هنايا قطعنا تفاح دوائر بحال هكا. غادي نجيب كاس، نص كاس ديال السكر كنديرو على التفاح كما كتشوفو. كنجيب ساشي ديال الفاني حتى هي كندير لها فحال هكا على الوجه ديال التفاح. كناخد تقريبا غير ربع ديال الكاس ديال الماء، كنديرو فحال هكا على التفاح ديالنا، وكنحطو فوق البوطة نخليه حتى يولي شوية لينا كراميل بحال هكا. نرجعو تشوفو كيفاش قبل ما نقطع معاكم. ان الكيكه ديالنا كندخلوها للفران، كتكون درجه الفران كتكون 180 درجه. الا كان ديال الضو كنشعلو الفوق والتحت، الا كان ديال الغاز كنشعلو غير التحت حتى كتحمر لينا الكيكه ديالنا. نهبطوها شويه، طيب لنا الكيكه ديالنا نهبطوها شويه تحمر ونطلعها. من بعد ما طابنا التفاح ديالنا كما كتشوفوا فحال هكا، استناه هو يكون شويه سخون، غادي ناخذوه وغادي نستفوه فحال هكا. نستفوه وحده عند وحده شويه سخون. من بعد ما درنا التفاح ديالنا، عرفتي في المذاق ديالو كيجي معسل زوين، واحد النكهه زوينه. من بعد ما درنا التفاح ديالنا على وجه الكيكه، ندخلوه على الفران، تكون درجه الفران اللي كان ديال الغاز 180 درجه، نشعلو تحت الفوق كتحمر ونهبطوها لتحت. ولو كان ديال الغاز نشعلو لتحت حتى طيب لينا كيكه ونهبطوها لتحت تحمر، ونتلاقاو من بعد ما طيب. من بعد ما خرجنا الكيكه ديالنا كما كتشوفو كتجي تبارك الله محمره ومتفشفشه، غادي نقطع معكم واحد الطريف. بسم الله الى الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا كيجي داك التفاح لداخل من هنايا، كتجي رطبه وزوينه في الماكله ديالها وبشيشه. نتمنى تجربوها، الولدات يحماطوا عليها تعجبهم. نتمنى تبارطاجيو الفيديو ديالي مع الناس اللي كتعرفوا ومع صحابكم، وتشاركوني بتعليقاتكم الجميله دائما، وتبارطاجيو واللي ما مشاركش في القناه ديالي يزيد يشترك باش يوصلكم ديما الجديد. فعلوا الجرس ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. شكرا لكم.